احسن الله اليكم، يقول السائل ايضا اذا حدد الدائن والمدين وقتا للسداد ولما حل الاجل طلب المدين من الدائن ان يمدد الاجل مع قدرته على السداد فهل يعد هذا من مطل الغني؟ اذا سمح من له الدين بذلك فليس هذا من مطل الغني اما اذا لم يسمح وما طلبه فهذا هو مطل الغني. الذي هو ظلم يحل عرضه وعقوبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم